واحد مغني وواحد ممثل وواحد راقص وواحد مصارع وواحد يهودي وواحد نصراني وواحد مجوسي وواحد بوذي وواحد هندوسي وواحد ملحد. هؤلاء قدوة، هؤلاء تريد معهم تحشر معهم تدخل النار معهم؟ ما بنتك تصلح كما ذيك العاهرة الراقصة الراقعة بغت قصاصة كما حقها وثوب كما حقها، يعني منشان تحشر معها؟ يعني منشان تدخل النار معها ولا إيش المقصود؟ من تشبه بقوم فهو منه، ونسيت شرفك وديانتك وكرامة الله لك بالدين لما راح تتبع الذين لا دين لهم وتخلي بنتك تتشبه بهم ولدك يتشبه بهم بغى حلاقة كما واحد غافل كافر يبغى حلاقة كما حقه. اقتد بالنبي اقتد بالأولياء. لا 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 لا، فلان الكافر الفاجر الرهيب هذا قدوته، أعوذ بالله، انحطاط سقوط. الله ينقذ المسلمين، الله يخلص المسلمين، الله يرفعهم من هذا الغرق.